في خطوات بسيطة وسريعة هنشرح خاصيتين جداد على سامسونج جالاكسي S7 و S7 Edge لمحبي الألعاب، وهما جيم لونشر والجيم تولز. أولاً بنروح على Settings، بندوس على Advanced Features، بنختار Games وبنخلي الجيم لونشر والجيم تولز على On. بنفتح الجيم لونشر ونلاقي إنه جمع كل اللعب جواه، ده غير إنه بيتيح لنا خاصية توفير الطاقة في وقت اللعب. بالنسبة للجيم تولز فهي خاصية موجودة لما نفتح أي لعبة على الموبايل، ومن خلالها بنقدر نتحكم في الإنذارات والزراير على الموبايل بالطريقة اللي تناسبنا. لما بندوس على آيكون Game Tools بنلاقي خمس خيارات. أول خيار هو No Alerts During Game، وده بيخلي الموبايل يبين اسم أي حد يتصل يظهر في مربع صغير لمدة 3 ثواني في الشاشة من فوق من غير ما اللعبة تقف. تاني خيار هو Lock Recent and Back Keys، وده بيمنع زراير Recent Screen والباك كي من إنهم يقفلوا اللعبة لو اتلمسوا بالغلط. تالت خيار هو Minimize Game، وده بيتيح لنا إننا نوقف اللعبة في أي وقت ونخرج منها، ولما نحب نرجع بندوس على Game Icon وبنرجع لنفس المكان في اللعبة من غير ما أي حاجة تتغير. وممكن كمان ناخد سكرين شوت أو نعمل ريكورد فيديو ونسجل أي جزء من اللعبة بسهولة. سامسونج جالاكسي S7 و S7 Edge، هاتف وأكثر.